نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم، ونبدأها مع زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا زيارته الرسمية الأولى إلى الكويت الشقيقة مصطحبا وفدا يضم وزراء الخارجية والبترول والتعاون الدولي والاستثمار. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار المساعي التي تبذلها مصر من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير العلاقات بين الدول العربية. أضاف المتحدث أن الرئيس سوف يلتقي بالشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء وبنائبه ورئيس مجلس الأمة، كما سيتضمن برنامج الرئيس لقاءات مع عدد من رجال الأعمال الكويتيين والمصريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أكد الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الكويت ستشارك بشكل فعال في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيف مصر في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك للنهوض بالاقتصاد المصري، كما أشار إلى أن بلاده تنوي زيادة حجم استثماراتها في مصر. ومن جانبه أشار وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحب بها على المستوى الشعبي والحكومي. بمناسبة زيارة تاريخية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز على أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وهذه الزيارة يعني مرحب فيها المستوى الشعبي والحكومي لما تربط البلدين من علاقات تاريخية محل تقدير واحترام من الجميع. أكد أمين سر مجلس الأمة الكويتي عادل الخرافي على مدى مناسبة توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في ظل حاجة مصر لدعم في محيطها العربي، خاصة بعد المصالحة بين القاهرة وقطر برعاية سعودية. وقت مناسب ومهيئ الأجواء، وخاصة المصالحة الآن التي تقيدها أختنا الكبيرة المملكة العربية السعودية بما بين قطر وجمهورية مصر. دول الخليج يعتبرون أحد العناصر المهمة المكملة للعمق العربي المتواجد في مصر وسوريا بالذات، فربنا لطف على مصر، فأعتقد أن مصر دلوقتي محتاجة أن يكون هناك تكامل عربي لدعمها لمستقبل أفضل لشعبها ولقيادة الأمة العربية. وجود الرئيس في بلد الثاني الكويت هو أمر متبادل، نحن نحتاج إلى القيادة والعمق المصري، وأعتقد أن تاريخه ووقفته معنا في احتلال دولة الكويت كشعب مصري متكامل بقياداته المختلفة لن ينسى. نواب مجلس الأمة الكويتي والإعلاميون الكويتيون رأوا أن الزيارة لها أبعاد أخرى مهمة للجانبين، وخاصة في المجال السياسي وملف الإخوان، وأيضا في مجال التعاون الاقتصادي بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي العالمي والذي تعقده مصر في مارس المقبل بشرم الشيخ. أعتقد ستزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في قضايا كبيرة، خصوصا الآن المنطقة كما نعرف من غربها إلى شرقها تمر في بعض القضايا المهمة وتحتاج إلى تنسيق دائم، وأعتقد هذه مناسبة تم فيها التشاور بين زعماء البلدين مناقشة هذه القضايا. أنا أعتبرها من الزيارات القوية، ونعتبرها من أنجح الزيارات، ونعتبرها دعم قوي للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ، وهذا إن دل على ربط العلاقات الاقتصادية ما بين دولة الكويت بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام في هذه الانعقاد الاقتصادي القادم في شرم الشيخ. هناك قضية مهمة جدا اللي أعتقد هي أهم ملف راح يكون في زيارة الرئيس الفتاح، هو ملف الأخوان المسلمين، أن هذا هاجس الخليج مثل ما كان هاجس مصر. وال يعني مصر عندها
أكبر خزينة من المعلومات الاستخباراتية على الأقل فيما يخص تحركات الإخوان في الشرق الأوسط بما فيهم مصر وما فيهم الكويت. احنا بحاجة بالكويت لهذه المعلومات لأنها المتوفر عند مصر مو متوفر عندنا بالكويت. يذكر أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر والثالثة عربيا، وتشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، وتتوزع على قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل. وتفاصيل أكثر في التقرير التالي. يبدو أن قطار الدبلوماسية المصرية المتجهة شرقا يواصل انطلاقه في مساره على خريطة الطريق بثبات، فبعد تواصل مكثف بين مصر والخليج العربي بنكهة إماراتية سعودية وزيارة وصفها المحللون بأكثر من ناجحة للصين، قرر القطار أن يتوقف مجددا في الخليج وبالتحديد في الكويت، زيارة هي الأولى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارة الخليجية. السيسي يزور الكويت تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، جاءت بعد دعوة وجهتها مصر للكويت للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية العالمية المقرر عقده في مارس المقبل. أبرز المحطات في العلاقات المصرية الكويتية بدأت في القرن 19 على المستوى الشعبي قبل المستوى الرسمي. طلاب العلم الكويتيون اندمجوا في الحياة المصرية بالدراسة في الأزهر والجامعات الأخرى، ودأبت مصر على إرسال بعثات متتالية من المعلمين إلى الكويت منذ أربعينيات القرن الماضي. كما ساندت الكويت مصر اقتصاديا كسائر دول الخليج في حرب أكتوبر عام 1973، ودعمت مصر بجنودها تحرير الكويت من الاحتلال العراقي إبان حكم صدام حسين عام 1991. وسارعت الكويت بمساندة مصر سياسيا وماديا في أعقاب ثورة 30 يونيو. فضلا عن مناقشة العديد من القضايا الإقليمية بين البلدين، خصوصا التصدي لخطر الإرهاب وزحف تنظيم داعش والصراع في سوريا والقضية الفلسطينية، فإن زيارة السيسي للكويت تعتبر بوابة جديدة لفتح أفق أكثر اتساعا على أساس علاقات اقتصادية سابقة تمثلت في حرص مصر على التسوية الودية لمشكلات الاستثمارات الكويتية في القاهرة. وتعتبر السوق الكويتية ثالث أكبر سوق عربية لاستقبال الصادرات المصرية بعد السعودية والإمارات، كما تستقبل مصر واردات كويتية تتمثل في المشتقات البترولية والكيماوية. وتهدف القاهرة إلى استعادة السياحة الكويتية لمصر التي كانت تحتل المركز الثاني بعد السياحة السعودية. الكويت كلمة تسعى القيادة السياسية المصرية إلى وضعها مجددا في الجملة الخليجية المفيدة، تأكيدا للوجود المصري الريادي في الساحة العربية.